الذي أدبت كنشكر القناة ديالكم لأخبار الفجر المغربية على الاستضافة اللي استضافتنا من مواليد مدينة قنيطرة مزداد سنة 1954 30 سنة في الميدان الحرفي ديال الطاكسي دوزت النقابات ودوزت الجمعيات ولكن بحال هادشي اللي دابا ولا عندنا في قنيطرة راه ما شفناهش ما دغري التدخل ديال السلطات المحلية وهذا كله هو كنحملوه للسيد رئيس مجلس البلد هو اللي خلى السائق المهني متهمش ولاو ناس لا صلة لهم بهذه الحرفة هذه داخلين خدامين في الطاكسي ملي كنجيو نبحثوا على السائق المهني تلقاوه جالس في القهوة كيشومي إما جالس في القهوة كيشومي أولا كيسعى في المحطات ولينا حنا الناس القدام اللي كنا مسيرين الحرفة وكنا غاديين بواحد الزهو واحد النشاط فيها ولينا مهمشين علاش؟ لأن دخلوا وعطاوهم صلاحيه باش يخدموا ناس ما عندهمش بيرمي دو كونفيونس تقريبا وصلنا دابا لدرجه ان كاين تقريبا 65 حتى 70% ديال السائقين ما كيتوفروش على رخصه السائقه الثقه وخدامين هذا ماشي موضوع ديال ماشي المشكله ديال البوانتاج لان البوانتاج ما تيخرجش وكان تيخرج غادي يشد غادي يضبط هاد الناس هذا لكن ما تيخرجش من البيرو ديالو فاللي كيجي كيبوانتي هو اما مول الطاكسي اولا واحد عنده بيرمي دو كونفيونس كيدبر عليه ايوا وتيخرج لاخر تيخدم تيمشي تيخطف المواطنين دايرين واحد الفوضى في لاكار الكبير اللي انا كنطلب من السلطات المحليه باش تدخل تحيد لنا داك المشكل ديال لاكار الكبير اللي كيوقف فيه الطاكسي وكيبدا يبرح بحال داك المشكل ديال الكيران ولاد وجيه الساكنيه يعني اللي ماشي من حق السائق في المحطة ديال لاكار أو أي محطة كانت يبرح ويبدا يقلب على البلايص يبقى في طاكسي حتى يجي المواطن يركب معاه ويوصلو للمبتغى ديالو المسألة ديال لاكار في الطاكسي ممنوعة على السائق بنفسه ولو يكون بوحدو في الطوموبيل ما يكميش علاش هما دايرين لينا المحطات محطة راحة كتدخل كترتاح فيها كتكمي كارو إلا كنتي كتكمي أولا كتشرب قهيوة كترتاح وكتعاود تنوض تعمل حنا دابا كتلقى سائق غادي ويطروه بين رجليه غادي والزبون تيشوف فيه اولا غادي وشاد الجوان ديالو في يديه في الطوموبيل هكذا ومعاه العيالات يعني انا المشكل اللي غنهضر عليه هو علاش هذا السائق المهني تمش مادام انه عنده رخصه ديالو ديال الكفاءه اللي هي يا كفاءه مهنيه عنده الدبلوم ديالو اللي دوزو في سميتو عليه في التكوين المهني عنده جميع المسائل اللي كتخليه يكون سائق مهني وما كناش كنصرفو في الكونتورات ما كنا كنديرو هادشي هذا اللي ولينا دابا كنشوفو الناس ديال القنيطرة ولاو كيتشكاو منها بزاف وما بقيناش حنا نرضاو نقولو على اننا راه حنا سائقين ديال سيارات اخرى فهنا الطلب الوحيد انه السلطات تدخل باش تحبس هاد المهزلة اللي كاينه في الطاكسي وكنحمل مسؤولية السائقين اللي مغلوبين على امرهم من ناحية الروسيطة رئيس المجلس البلدي اللي مخلي لنا لي ميني بيس كيتسارعوا في وسط القنيطرة حتى وصلت لدرجة انه ميني بيس ولا في القنيطرة اكثر من العدد ديال الطاكسيات الصغار فكيفاش بغيتي هذا السائق هذا ما غاديش يسرق هذا اللي تهضر عليه اللي ماشي هو ما عندوش بيرمي كونفيونس كيفاش بغيتيه يخلص الروسيطة الى ما سرقش مادام انه هو غادي والطوموبيلات ديال الترانسبور غادي قدامو حتى هو كيكلاكسوني على عباد الله واش غادي كيكون كينتظر طاكسي حتى كيولي راك في المينيبوس شكون اللي كيتحمل المسؤوليه رئيس المجلس البلدي كنحملو انا جميع المسؤوليه في هذه المدينه هذه وكنحملو المسؤوليه ديال الضياع ديال ابناء هاد السائقين المحترفين اللي جالسين ما خدامين ما خدامين في الاول ملي كنا حنا كندوزو كانت كتكون معنا واحد اللجنه متكونه من الدرك الملكي الشرطه البلديه العماله المكتب ديال الصحه يعني كدوز واحد لو تيست قدامهم كل واحد تيسولك فالمسؤول ديال البلديه اللي هو رئيس ديال القسم ديال الطاكسيات كيسولك على الاحياء على المستشفيات على المحامون على وفي الاخر في اخر المطاف كتخرج كتركب في سيارة التعليم كيركب معاك الضابط اللي كان في البوانتاج في قسم التنقيط وكيقول لك يلاه دور نشوف واش كتعرف تصوب أو لا ما كتعرفش تصوب واش غادي تديني للبلاصة اللي غنبغي
هكذا كنا كندوزنا النهار الاولاني وما دوزنا شيء في البلديه في القاعه كيسول كاين اسئله كيف كنوضر عندك امتحان كنا كنتسولوا بحال الشكل ديال اللي كتبغي تدوز البيرمي ديال رخصه السياقه في عوض ثلاثه ولا اربعه الاسئله كيسولوا 15 20 سؤال فين جات الزنقه الفلانيه فين جات الطبيب الفلاني فين جا المحامي الفلاني فين جات هذه فين جات هذه اليوم كنشوفوا على انه ولا البيرمي كيتعطى في البلديه كيدخل انا حضرت ليه في القاعه كيسولوا ثلاثه الاسئله كاين اللي كيسولوا سؤال واحد كيقولوا سير راه بيرميك في جيك ما كيدوز لدرجه انه والله العظيم الا شفت واحد جاي باش يبوانتي في قسم التنقيب والله الا الطوموبيل سكتت له ثلاثه دخلات لانه ما كيعرفش يسوق حتى الصغير عنده بيرمي ما كيعرفش يسوق فكيفاش قلت هذا يخدم شي فور ديال الطاكسي ويدعي عباد الله ويجيبهم بالنسبه للبطاقه البيومتريه السائقين كاينين اكثر منا انتم دابا حسيتوا العدد ديال السائقين فالعدد ديال السائقين اللي كاين في الصيف واحد اكثر من الصيف جوج علاش لانه رئيس الجمعيه ديال الطاكسيات الكبار اللي حد الساعه دابا السلطه عاطياه باش يقولوا له امين الحفاظ تاديو باش ياخذوا البيرمي كونفيرونس والله العظيم الى شاهد حضرت الناس باعوا عجل وجابوا له فلوسه باش يخدموا البيرمي كونفيرونس ما هوش ابن مدينه قنيطره وما تعرف فين يدي بنادم وفين يجيبو وخدا البيرمي ديال الكونفرنس كاينين كورتية اللي كانوا غير كورتية وخدموا بيرمي وخدموا سائقين ديال السيارات الكبرى وهذا ما تيحز في النفس اننا حنا ولاد مدينة القنيطرة ونشوفوا هاد الظاهرة هادي راه لا حول ولا قوة الا بالله سي طارق واش من ضمن الوراق اللي كتقدموا للحصول على البيرمي ديال الكونفرنس واش كاين الجدادة يعني الفيسا انتروبوميتري كاين كنا كندفعوا اما حسن السيره ديال البوليس او لا سجل عدلي دابا كيتضح لنا ان ولاو عندنا سائقين مدوزين الحبس كيفاش داروا حتى جابوا السجل العدلي فارغ كيفاش داروا حتى دخلوا للميدان ديال الطاكسي فهذا واش تيق فيه غتركب فيه تركب معاه ولادك انا كسائق مهني كتكون عندي بنتي جايه في طاكسي وضرني خاطري جايه هي وبنتها والسائق ديال السياره الاجره جاي في الطاكسي اربعه د البلايص راجل حداه وبنتي وبنتها وراجل حداها ملي هضرت معاه قال لي ولدينا معكم مشكل غانتوما اللي حريفيه راه عارف راه تابعنا روسيطا السي فلان لقينا معكم مشكل نتوما اللي حريفيه ففين فين كتجلى السلطه المحليه هنا اشنو هو الدور ديالها لا سيما انه هذاك البوليسي اللي واقف في المحطه واش ما كيشوفش الطاكسي مخرج من لاكار كبير خمسه د البلايص اربعه د البلايص خمسه د البلايص وحنا ما عندناش حق في خمسه د البلايص ما عندناش حق في اربعه د البلايص عندنا حق في ثلاثه د البلايص وما عندناش حق كيما قلت في الاول سابقا في السابق انه نبداو نبرحوا ولاد وجيه ولاد وجيه او لا توقف في الطاكسي يشير لك بنادم ويخرجوا جوج معاه يقولوا لا ويديماري ويزيد او يقولوا فين غادي ما عندناش حق نسولو هذا الشيء الا تشي لك الزبون توقف طلب منه فين غادي وتخدم العداد العداد ضروري الا اذا كانت المسافه اللي هي قصيره مسافه قصيره محدده في 6 دراهم ونص ومع ذلك المواطن القنيطري ما تيعطيش التسعيره ديال 6 دراهم ونص كيعطي 7 دراهم وكاين اللي كيعطي اكثر من 7 دراهم ولكن السائقين الله يسمح لهم راهم تكرفصوا على مدينه القنيطره من حقه باش يقول السائق ما دي معايا حتى واحد وعنده الحق وثانيا الا الزبون ما هضرش والسائق شير لواحد المواطن وبغى يهزو خصو حتى يطلب الاذن من هذاك الزبون اللي معاه في الطوموبيل عاد يمكن له يدوق الكورسه او اللي تريبليها داكشي كيرجع للزبون اللي معاه الا ما بغاليش الزبون راه ما عندوش حق الا ما طلبش الاذن من الزبون ما عندوش الحق لان هذاك الزبون راه مالك مادام شد الطاكسي الا وباغي يمشي بوحدو لو كان غادي يمشي مع عباد الله يمشي في الميني بيس غيمشي في الكراند طاكسي اللي دخل علينا عشوائي لمدينة القنيطرة دخل علينا وهرس لا 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 هرس الطاكسي الصغير هرسو تهريسة كبيرة ما تتشوفو كيجول في الدروبة كي دابا حاليا هاد الميني بيس هذا كتلقاه كيجول في وسط الدروبة اطلع غير شير ليه يقول فيك فين ما بغيتي ماشي في المحطات وإلا قلت له دخلني لهنا تيقول لك ما كاين مشكل غير صبر ويدخلك والمواطنين مساكن ما تيقدروش حنا عندنا قنيطريين اللي هادو اللي دابا كاينين اما من بعد من قبل كنا حنا قنيطريين حارين بصراحه
اما دابا دخلوا ليها الدخلاء ولا ما تيقدرش يهضر تيطلع وتيسقط. كنوجهوا للسيد عامل على الاقليم السي فؤاد الحمدي انه يخرج ويدور ويتسارى ويشوف القليطره فاش ولينا عايشين. راه حنا عايشين في واحد المهزله، الا ماشي مع المينيبيس مع الحفار، الا ماشي مع الحفاري مع الطربين اللي ولاو انتيرتيب دور علم المواطن. كنوجه نداء للسيد العامل على الاقليم باش ينظر في هذه القضيه هذه وينصف هذوك السائقين القدامى اللي مساكن دابا تيتسولوا، والله العظيم الا كيتسولوا ولاو كيسعوا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.